دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. اخبار كتير هتحصل النهارده، من بينها انه هيعقد مجلس جامعه الدول العربيه على مستوى المندوبين الدائمين اجتماع طارئ لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيره للعدوان الاسرائيلي. الاجتماع هيعقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربيه. النهارده تنطلق فعاليات منصه الحكواتي في نسختها السابعه من مهرجان ايام القاهره الدولي للمونودراما على مسرح ساحه مركز الهناجر للفنون بارض دار الاوبرا المصريه، بعرض تفاعلي لكل محبي فن الحكي للمشاركة في تجربة الكتابة والحكي. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 18 مباراة قوية في إطار الدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي، منها مباراة لاتسيو الإيطالي مع نيس الفرنسي في تمام الساعة 8:15، ومباراة بورتو البرتغالي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في تمام الساعة 10 ليلاً، ومباراة إنتراخت فرانكفورت الألماني مع بشكتاش التركي.